يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمام بيتنا مسيل للمجاري، حيث إن مجاري البيت كانت تسيل، ويوم الخميس الماضي حصل مطر اختلط فيه ماء المجاري بماء المطر، فقد وقع على ثوبي شيء من ذلك الماء، فما حكم الصلاة التي صليتها بذلك الثوب؟ أولا، لماذا تترك المجاري تسيل على وجه الأرض؟ لما تعمل له قصبة ولا شيء يحفظها، أو تطلب من البلدية أن تعمل شيئا يصون مياه المجاري عن الناس؟ ثانيا، ما دمت تعلم أن هذا الماء مختلط بالنجاسة وأصاب ثوبك فإنه يكون نجسا، فعليك أن تعيد الصلاة، أن تغسل النجاسة وتعيد الصلاة. نعم.